إخواني أخواتي متابعي وعشاق قناة أبارت وفاز، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الأوفياء، الآن أبارت وفاز تتواجد في جزيرة سعد بن شقرون. غادي تشاهدوا معايا واحد الشقق اللي متواجدين في الأرض بليس 4 اللي فيهم بروميير إيطاج حتى الكاتخيام إيطاج. هاد الشقق خوتي شاهدتو معنا في الدخيله ديالهم، كاين المصعد ديال لاسانسور وكاين خوتي باركينغ ديال الطوموبيل. هاد الشقه خوتي اللي حنايا كنتواجدو فيها 124 متر. نعرفكم على تجزئه سعد بن شقرون اللي كتواجد قرب اتقداو اللي كان مكرو سابقا. هنا على بركه الله دخلنا مباشره خوتي، هادي هي الدخيله الرئيسيه منين دخلنا ديال هاد الباب. كاينين اخوتي جوج ديال البراطم في النيفو. غادي تدخلوا تشوفوا معايا الكوزينه اللي قبلتنا، غندخلوا مباشره تشاهدوها من هاد الواجهه ديال الدخيله ديال الباب اللي كتشوفوا انها كتحتوي على بلاكارات من تحت ومن الفوق، وكذلك هاد النوعيه ديال فينيسيو ديالها نوعيه جميله بهاد الجليج اللي جاي اسورتي مع هاد النوعيه ديال البلاكارات اللي جايين مزيونين. وكذلك كاينه البلاصه ديال لاستالاسيون ديال الماكينه الصابون اللي بغى يديرها هنايا الداخل ولا اللي بغى يديرها في البالكون. هذا هو البالكون اللي امامنا، البالكون خوتي قبلتكم اللي فيه لانستالاسيون ديال الشوفو. فينيسيو جد جميل. كنشكر صاحب هاد الشقق علي منحنا هاد الشقق مزيونه ندعوها في القناه ديالنا المتواضعه. حتى نتوما خوتي عندكم اي حاجه كتخص العقار وبغيتو نتواصلوا معكم ونحطوا كذلك كل ما كتخص العقار اهلا وسهلا. نرجعوا لموضوعنا اللي هي الشقه من الطراز الرفيع، الموقع جار تجزئه سعد بن شقرون. هاد التجزئه اللي جايه انفاس مع مكرو خوتي. هذا البيت الاول اللي غتشوفوه معايا، كتشاهدوا الديزاين ديال السقف كيف عامل. كل بيت دار له لون مختلف على حسب ديال الوليدات، وكذلك كل بيت عنده البلاكار ديالو. وهذه الشقه هذه جايه على الشارع الرئيسي اللي كيهبط اتقلم، كذلك كيطلع الجهه ديال بن سودا من فوق، كذلك تيهبط مباشره طريق مكنسيه. هنا خوتي كتشوفوا معايا البلاكارات اللي واصلين حتى الفوق. هذا البيت الاول ديال الوليدات. غادي نشاهدوا كذلك البيت الثاني والبيت الثالث. هذا البيت خوتي الاخر حتى هو المساحه ديالهم كبارين خوتي. هنا كتشوفوا معايا البلاكارات، كما قلت لكم ان هاد البيوت كاملين بالبلاكارات، ما يحتاج الانسان عادي يدير ماريو. كيف ما قلت لكم ان الاختلاف الصغار اللي هي بلاتينيا بدل السيد هذا المقاول، هذا بدل على حسب كل الوليدات. هذا البيت راه زلته ديال النوامس ديال الوليدات، جاي مزيون وجاي متسع. فيهم خوتي كاينين اللي فيهم 122 وكاينين اللي فيهم 116 متر وكاينين 118 وكاينين المساحه الكبيره اللي حنا كنتواجدوا فيها اللي فيها 124 متر. بالنسبه خوتي لهذا المتراج الثمن كيختلف من مساحة لمساحة. هنا غتشوفوا معايا غرفة النوم ديال الوالدين اللي فيها الحمام اللي قبالتنا، مجرد ما كندخلوا من الباب كتشوفوا مباشرة قبالتكم الحمام اللي فيه الدوش والتواليت وكذلك فيه لافابو. كتشوفوا هاد الديزاين اللي مصوب بالجليد جاي مزيون، وفيه دكانة فوق الحمام اللي واخدة المساحة ديال الحمام كاملة. النوع ديال الألمنيوم من النوعية الجيدة. هنا خوتي غادي تشاهدوا عاوتاني المساحة الكبيرة ديال هاد البيت. هذا المساحة ديالهم خوتي كبيرة ديال هاد البيت، وكذلك حتى البالكو ديال الوالدين كبير اللي الإنسان يدير فيه كليسة كتجي مزيونة. حتى خوتي هاد الديزاين اللي كيتواجد في السقف وتدير له الليل كيجي حتى هو رائع وجميل، والبلاكار حتى هو كيتواجد فيه. هنا خوتي كيفما قلت لكم كاين البالكو للإنسان جاي على الطريق، الإنسان يدير فيه كليسة زويونة كتشاهدوه قبالتكم، جاي على الشارع الرئيسي.
الالومنيوم كيف ما قلت لكم هنايا كنشاهدوا قبالنا من نوعيه ممتازه. شاهدتوا معايا خوتي ثلاثه ديال البيوت وكذلك شاهدتوا معايا الكوزينه. غادي تشاهدوا معايا نشوفوا الصالونات خوتي اللي بقاو كذلك الفاسك اللي كندخلوا مباشره مع المدخل الرئيسي ديال الشقه كتبان هنا خوتي. كاين الفاسك اللي قبعتكم بلاكارات من تحت وهنايا خوتي تشوفوا ان السيد دار البلاصه ديال الانستالاسيون ديال الشوفو اللي بالضوء او بالغاز ودار لها التهويه ديالها اللي طالعه حتى للسطح. هذه فكره جد ممتازه بالبلاكار ديالها. حمام خوتي اللي فيه حتى هو كذلك دوش وتواليت وكاين لافابو والمساحه ديالو كبيره على المساحه ديال اللي في قلب بيت نعاس. هنا خوتي غادي تشاهدوا معايا صالون وسيجور اللي مفروقين غير بالقبس. الانسان ملي تيفرش دارو تتجي مزيونه وهائله. قبالتكم الديزاين مختلف بالقبس نوعيه ستيل بلدي رومي جاي مزيون. كتشوفوا معايا خوتي هذا الصانع الانسان دابا بدا كيبتكر حوايج مزيونه وكذلك تجي اسورتي مع اي فرشه فرشها الانسان. هنا الصالونات كيبان لكم هذه الواجهه كبيبرين يعني اللي بغا يدير فرشه وحده او الانسان يدير صاله او صالون جي وكذلك يدير تفريشه ستيل عصري موديرن تجي مزيونه او الانسان يدير صالون بلدي صالون عصري تكون تيجي رائع وجميل. هنا كتشوفوا عاوتاني الديزاين مختلف ديال السيجور. كاين لانستالاسيون خوتي ديال التلفازه اللي قبالتنا اللي جايه حتى هي قبالت صالون السيجور جايه مزيونه. هنا خوتي كاين الضوء الكتريك الانسان قبالتكم. هذه هي اخوتي كل ما كيتواجد في قلب هذه الشقه من ثلاث غرف وكذلك من الكوزينه وكذلك من صالون وسيجور اللي شاهدتوه معايا والباسك وجوج ديال الحمامات. بالنسبه للثمن ديال هذه الشقه اللي كتواجدوا فيها اللي فيها 124 متر اللي كتواجد في قلب التيتر الثمن ديالها هو 65 مليون قابله للتفاوض. اما بالنسبه للشقق يعني اللي فيهم مساحه صغارين 63 مليون قابله للتفاوض. هذه هنا اطلاله خفيفه خوتي باش تشاهدوا معايا الفينيسيو او الفصاله الاخرى اللي كتواجد خوتي في قلب هذا الشقق. اخواني اخواتي كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.